تحياتنا لكم مشاهدينا في كل مكان، حوار مساء جديد يجمعنا وياكم، واليوم الحديث عن الضباب، هذا الضيف الثقيل الذي نستقبله مع أول نسمات الشتاء الباردة، حتى ترتفع وتيرة الخوف على الطرق البرية من حوادث مميتة قد يسببها هذا الضباب، أما فوق الأجواء فالأمر قد يختلف قليلا، حيث يتسبب الضباب بتأخير مواعيد الرحلات واستياء الركاب نتيجة لذلك، وشهد هذا العام العديد من الارتباكات في المطارات التي تأثرت بحالة الطقس السائدة في البلاد وتوقف العمل في المطار عدة مرات بسبب الضباب، مما نتج عنه تأخير لساعات طويلة لبعض الرحلات. للوقوف على هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا السيد خالد العبيدلي، أخصائي أرصاد جوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في أبو ظبي، والسيد محمد الدوسري مدير إدارة الملاحة الجوية والمطارات في الهيئة العامة للطيران المدني في أبو ظبي. أيضا رحب بكم ضيفنا الكرام. يا أهلا وسهلا، مرحبا، الله يحييكم. معنا تقريرنا أخذ إن شاء الله عن هذه الحالة وما أتحتونا من تصوير اليوم، الحمد لله مشكورين ما قصرتوا. إذا مشاهدينا في تقرير عن هذه الحالة مع زميل علاء اللولو ونعود إليكم. يعرقل الضباب حركة المواصلات العامة وتسود حالة من الارتباك في حركة الملاحة الجوية والبرية، مما يسبب في بعض الأحيان حوادث تنتج عنها إصابات خطيرة وحالات وفاة. يهدف المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إلى توحيد مصدر معلومات الأرصاد الجوية والزلزالية ومراقبة التغييرات التي تحدث في الغلاف الجوي، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية والهندسة الزلزالية إلى كافة القطاعات بما يتفق مع القوانين والنظم المطبقة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الهدف على المستوى الإقليمي والدولي، وبمواكبة التطور العلمي وتنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاص المركز. طبعا نحن هنا في المركز الوطني الأرصاد الجوية الزلازل إدارة الأرصاد الجوية، مركز التنبؤات الرئيسي Central Forecasting Office اللي يصدر كل التنبؤات تطلع لمختلف الجهات في الدولة، فهو الجهة الرسمية اللي تصدر التنبؤات والتحذيرات سواء البحرية أو بالنسبة للجوية أو مختلف التنبؤات الأخرى. نحن نملك 60 محطة طقس أوتوماتيكية موزعة على مناطق مختلفة من الدولة، كذلك عندنا رصدات بحرية في البحر، عندنا المطارات حاليا عندنا موظفين موجودين في المطار يديروا النشرات اللي تصدر من المطارات سواء في أبوظبي وحاليا دبي، مطاري دبي وأبوظبي، وبالتالي نحن عندنا كفر أو نغطي مساحة واسعة بالنسبة للتنبؤات الجوية والتنبؤات البحرية والتنبؤات العامة. حالات الطارئة نحن طبعا مرتبطين بجهات عدة، منها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بغرف عمليات الشرطة، الدفاع المدني كذلك، يعني الداخلية بشكل عام، وزارة الداخلية. في حالات الطارئة سواء ضباب أو غيره نحن نتواصل مع هذه الجهات ونبعث لها سواء تنبؤات أو الحالات الحاصلة حاليا، الوضع الحالي وآخر تطوراته وشو اللي متوقع أنه يحصل. بالنسبة للضباب طبعا نحن عندنا شغلتين، الأخوة اللي موجودين قسم تنبؤات طيران موجودين في المطارات، هم يغطوا مساحة المطار، المطار وما حواليه، وهذه لأغراض طبعا الطيران مبدئيا. بالنسبة لنا نحن هنا نهتم لبقية الدولة، يعني كل الدولة نحن نغطيها.
مثل ما شفتوا في التقرير طبعا، ومشكورين مرة ثانية على إتاحة الفرصة لنا بالقيام بالتصوير وإفادتنا بمعلومات كثيرة من المركز. أول شيء نحن لو بنتكلم عن المركز، لما نتعرف على مهام المركز بشكل عام خوي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نشكركم على الاستضافة هذه الطيبة. طبعا مهام المركز عدة طبعا في مجال الأرصاد الجوية. من أهم مهامنا هي إصدار التحذيرات، سواء كانت التحذيرات البحرية، سواء كانت التحذيرات اللي تصير على الـ على الـ على الأرض أو على اللاند بشكل عام، خاصة مثل الضباب، الأمطار، السيول اللي تأثر على الدولة وتأثر على الموجودين يعني. طبعا أيضا مهام المركز، نحن عندنا طبعا اتصال بغرف العمليات بشكل عام في حال وجود أي تحذيرات. أما المهام الروتينية بشكل عام هي إرسال النشرات، سواء كانت البحرية أو حق الميديا بشكل عام، حق الناس، حق الببليك، عملية التوعية. عملية التوعية طبعا موجودة، وطبعا دراسة، بعد نحن مهامنا أيضا دراسة الغلاف الجوي اللي بيأثر على الدولة، سواء كان موجود حاليا أو سوف يأثر في المستقبل. صحيح. الآن أنتم دراستكم كلها عبارة عن حركة أرضية، ما في شيء جوي؟ لا، هي أو لكم علاقة مع الأخوان أخوي محمد يخبرنا؟ طبعا تستفيدون من المركز أنتم، ولا لكم مركزكم الخاص اللي هو يتعلق بالحركة الجوية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، مرة ثانية بعد أحب أشكر قناة الظفرة على طرح هذا الموضوع لوعي الناس في موضوع استمرارية حركة الملاحة الجوية في فترة الضباب. بالنسبة لسؤالك، طبعا مركز الأرصاد الجوية في الدولة هي اتحادية تقدم هذه الخدمة لجميع مستخدمي الطيران بشكل عام. نعم، جميل. بالإضافة أن المطارات كلها يوجد فيها بعد مقر خاص أصغر. نعم. تخص المطار طبعا، يكون المقر هذا مسؤول عن إعداد عملية الأرصاد للمنطقة اللي حول المطار، وطبعا يكون في تنسيق ما بين المركز هذا اللي موجود في المطار والمركز الوطني للأرصاد الجوية. نعم. هذا بشكل عام. بشكل عام. طب آلية العمل الآن اللي تقومون بها بالمركز لعملية التنبؤات، ومدى صحتها ودقتها؟ طبعا آلية العمل تعتمد على المتنبأ نفسه الموجود أو الفوركاستر. طبعا هي تعتمد على بعد أيضا على الخرائط الموجودة، تحليل الخرائط. نعم. عندك صور الأقمار الصناعية، صور الرادار اللي توصلنا تقريبا كل 10 دقائق. صحيح. تعتمد على التحاور بين المتنبئين أنفسهم، سواء كانوا موجودين في المطار أو شغالين في السنتر فوركاست الموجودين في المقر الرئيسي أو في الكلاود سيدنج، لأن متنبئين وأهل خبرة يعني في المجال. نعم. هذا، فهي دائما تعتمد على الأشياء هذه، وتعتمد على الأكشو اللي صاير موجود حاليا على الدولة، الواقع اللي حاصل. الواقع اللي حاصل هنا. نعم. وبالنسبة للمطارات أيضا، الآلية اللي تستخدمونها أنتم، لأنه يمكن الحركة على الأرض يبدو أن يعني لا بالاستطاعة إيقافها أو تأجيلها بشكل، لكن أنتم في الأجواء، فهناك طائرات قادمة، طائرات ذاهبة، يمكن الحركة يمكن تكون أصعب، فما الآلية اللي أنتم تستخدمونها وتعتمدونها للحد من مشاكل الطيران في خلال أوقات الضباب؟ شوف أخي الكريم، موضوع الضباب في مجال الطيران موضوع لا يخص جهة واحدة، هي منظومة متكاملة. طبعا المنظومة هاي يعني فيها عناصر كثيرة، فيها شركات الطيران، وفيها المطارات بأجهزة الملاحة الجوية أو المراقبة الجوية، وبعدين فيها العنصر الرئيسي اللي هو العاملين في هاي القطاعات كلها. فتأتي في بالنسبة لشركات الطيران، شركات الطيران طبعا لازم تكون الطائرات مهيئة للطيران في هاي الأجواء. نعم. طبعا عشان اطمن يعني المشاهدين، يا ريت خبرنا مدى، لا مدى يعني مدى الامن والامان بالنسبه لا لعمليه لا الطائرات. اغلب الطائرات الحديثه اللي في العالم كلها اللي نحن نستخدمها في سفراتنا الطبيعيه كلها يعني مجهزه بهاي الاجهزه اللي تتوافق مع اجهزه الضباب اللي في المطارات. نعم. وبالنسبه للمطار، كل مطار في كل دوله يختلف عن الثاني حسب استعداده للضباب. صحيح. ففي أجهزة نظام الهبوط الآلي هي تحدد الحد المسموح فيه في كل مطار لاستمرارية حركة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى العنصر الثالث اللي هو اللي قلنا العاملين في هالمجال. نعم. يعني مثال بسيط، الطيار مثلا ما يكفي انه يكون يحصل على رخصة انه يطير. نعم. لازم يكون عنده إضافة لرخصته انه يطير في فترة الضباب. نعم. فهاي بعد هذا عامل بعد يزيد من مسألة السلامة. يعني من المعلوم حسب التقنيات اللي موجودة عندكم كمطارات وكطيارات أن الطائرة
ليست هناك مشكلة في وجود الضباب بالأصل، تستطيع الطائرة أن تهبط وأن تقلع بشكل طبيعي، لكن أنتم تؤخرون بعض الطائرات. هناك سبب رئيسي وراء ذلك، تأخير الطائرات للانطلاق أو متابعة رحلتها، الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟ لا، هي مش احنا كسلطة سلطة مدني ان نحن اللي نأخر، لا، نحن طبعا هيئة إشرافية تشرف على بشكل عام الطيران في الدولة، نحن نوعي من خلال القوانين والتشريعات واللوائح. طبعا مسألة الضباب تعتمد كثير على النظر، يعني تقارنها بالسيارة طبعا. انت لما تسوق سيارتك في الضباب انت تعتمد على ايش؟ انت تعتمد على شيء واحد واللي هي عيونك يعني. صحيح. فعشان كذي الناس لما يسوقوا في الشارع يحاول يخفف السرعه كثر ما يقدر. هذا بيخبرنا عشان يشوف خالد. فانت مهما حاولت تشوف راح تشوف فقط مدى الرؤيه اللي موجود في الشارع طبعًا فقط. طبعا في مجال الطيران الاجهزه الحديثه اللي تستخدم في الضباب هي تزيد شدة الإضاءة في المدرج. نعم. فمعناته إذا كانت الرؤية منخفضة الأجهزة هاي تزيد شدة الإضاءة لدرجة أن الطيار راح يشوف المدرج كأنه الجو في حالة طبيعية. نعم. هذا هو الفرق بين لا يعني هناك هبوط آمن بيكون، يعني ما بتكون أنا قصدي الهدف هنا بنرجع له، بس يمكن نشوف أيضا المشكلة في الشارع العادي، يعني السائقين الآن الضباب أنت لا تستطيع إيقاف حركة العمل. صحيح. فأنتوا الطريقة الأمثل لكم اللي تتخذونها والفترة اللي تخبرون فيها وتعلمون فيها المنطلقين إلى أعمالهم من خلال شو؟ من خلال وسائل يعني تواصل عن إذاعات الصباحية، أو هل هناك مركز لبث هذه التوعية بشكل يعني مسبق؟ هو بشكل عام يعني إذا لاحظ المركز أو لاحظ المتنبأ أن في رطوبة عالية في منطقة معينة، طبعا نقوم نخاطب العمليات بإصدار كتنبيه ان في احتماليه تشكل الضباب في منتقه معينه. نعم. كتنبيه مع مراكز الشرطه. مراكز الشرطه بشكل عام، غرفه العمليات، سواء الازمات والطوارئ، هذا على نعطيهم التنبيه المقدم. في حين تشكل او ظهر عندنا بصوره اقماص صناعيه انه موجود، نعطيهم الاحداثيات او نعطيهم كصوره لايف على اللي موجود حاليا. صحيح. وتنزل طبعا هالصوره كتحذير في الموقع وفي التويتر وفي الفيسبوك، معظم التواصل الاجتماعي، عشان الناس تكون لها خلفيه. نعم. شو اللي صاير مثلا في الليله هذه. طبعا الصبح عندنا اذاعات بعد التبث، اول ما تبث الاذاعات هاي في كذا اذاعه يعني موجوده دائما بتواصل معنا، فدائما ننبههم باحتماليه تشكل الضباب يعني بكره وبعده، فاذا تشكل نقول لهم التحذير في المنطقه الموجهه. الرؤيه مثلا عندنا تحدد عن طريق الرؤيه اللي موجوده الهورزونتال فيزيبيليتي. نعم. فهالاشياء دائما ننبههم عليها ودائما نحاول ان نكون في مشاركه منظومه متكامله من خلال الشرطه، خلال الدفاع المدني، ايضا. نعم. الهيئات الصحيه كلهم يكونون متاهبين لهذه الحالات، واضافه الى الاذاعات تقوم بدور طبعا. أيوة. النقطه اللي انا كنت حاب شوي ادوس عليها هي التأخير. المتأخر. نعم. عرفت كيف؟ نبغي نوجه له، نعم هناك آلية للهبوط، هناك إمكانية كبيرة لدى تقنيات في المطارات والطيارات أيضا ودراسة الطيارين نفسهم، لكن هناك أسباب حقيقية وهي مشكلة التأخير تبقى موجودة، ولكن لأهداف. أنا أحب أشرح بس مسألة التأخير. نعم. وليش يحصل تأخير أحيانا غير متوقع؟ لأن أنا مثل ما قلت أن كل مطار في العالم له إمكانية معينة. نعم. تضبطها لوائح وقوانين وتشريعات كثيرة. صحيح. أن هذا المطار مثلا إمكانية استيعابه للرؤية كذا أو الرقم كذا، فأنت ما الإنسان ما يقدر يتحكم في الرؤية، لا. صحيح. المطار ولا القوانين ولا شيء، فأحيانا الرؤية تنزل إلى حد تحت المسموح فيه. نعم. فهني المطار يضطر أن يعلق الرحلات. نعم. وترجع أحيانا الرؤية ترتفع مرة ثانية إلى فوق الحد. نعم. صحيح. فترجع الرحلات تشتغل طبعا، واحيانا ترجع مره ثانيه يظل في ارتفاع وانخفاض في 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 الليل، فهذا طبعا يسبب ارباك، فهذا الشيء طبعا تحكمه اجراءات كثيره. فالمسافر المفروض ما ياخذها بطريقه انه يعني هذا تاخير متعمد، بالعكس هذا لسلامته يعني. نعم. ودائما المسافر اللي بيسافر في موسم الضباب او في مثلا عندنا في الامارات نقول اسبوع الضباب. نعم. لازم يحط في باله هذا، يحط في باله ان هذا ممكن يحصل له. يحصل. صحيح. فيعني ياخذها بصدر رحب. نعم. طبعا امكانيات المطار تعتمد على الاجهزه اللي في المطار نفسه. طبعا انا عندي بس تعليق. تفضل. عفوا بنرجع للحوار، لان معنا سعاده اللواء المستشار المهندس محمد سيف الزفين على الهاتف، بناخذه ونرجع ايضا شاركنا في الحوار ان شاء الله. اولا على الهاتف سعاده اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، في مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، حياك الله. الله يحييك أستاذ عبد الله. الله يسلمك، نرحب بك طال عمرك.
مشكورين، وارحب كذلك بضيوفك الكرام. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. طول عمر، انت كنت قد كشفت في تصريح صحفي عن مطالبتك بوجود تشريع يسمح للموظفين بالتاخير عن مواعيد الدوام في حال وجود ضباب كثيف على الطرقات بهدف طبعا الحفاظ على الارواح. يعني هذا التشريع المقترح يا ريت حدثنا عنه ومدى امكانيه مساهمته في الحفاظ على ارواح الناس. نعم، هو حقيقه يمكن هذا الموضوع ليس بجديد. دائما احنا عندنا في هذا الوقت من كل عام، يعني في اشهر اللي شوي الجو فيها يتعدل، سواء كان بدايه يعني من شهر نوفمبر الى لربما مارس، تقريبا في هالفتره تحدث ايام فيها ضباب. صحيح. الان المشكله هي دائما في فتره الصباح. احنا الان ضباب يعني ما يجينا يعني مثل الاوقات الثانيه او الدول الثانيه. اتصور 99% من فتره الضباب هي من يعني ساعة يمكن 4-5 صبح لربما لغاية الساعة 8 على أكثر تقدير يعني. نعم. والمشكلة أن هذا الوقت يصادف وقت ذهاب الموظفين إلى أعمالهم. طبعا. طبعا الآن المشكلة هي في السرعة. الضباب هو باختصار انعدام الرؤية بالنسبة للسائق. نعم. المشكلة بعض السائقين ما يهمه، يعني كأنه يسوق في الأيام، ما يفرق بين يوم الضباب وقت الضباب والوقت اللي هو يكون فيه الجو صحو. صحيح. فما يقلل من السرعة طبعا، ولسان حاله دائما يقول والله أنا مضطر أني أصل إلى الدوام قبل موعد الدوام، يعني لأن راح لربما تواجه عقوبات طبعا، تأخير أو غياب. صحيح. أو ما شابه، وكل سنة يتكرر نفس الموضوع. طبعا نحن الآن دائما نقول في هذه الفترة يجب أن المسؤول يحط في باله أن هذا في النهاية موظف يمكن يسوق لمدة ساعتين، أنا أسامحه ساعة أو ساعتين طبعاً. على الأقل هو بيقلل، بيعرف أنه ما راح يعني يؤنب ومسموح اللي يتأخر ساعة ساعة، لأن سلامته أهم من الالتزام بالوقت في هالظروف اللي هي ظروف صعبة طبعا. إذا حركة الطيران تتأثر طبعا، الان هي انعدام رؤيه، ونحن نعرف حركه الطيران. طبعا انا ما بتكلم، انا مو خبير في هالمجال، لكن حركه السير على الشوارع مليئه، يعني عندك 3 أو 4 حارات ومليئه بالمركبات. نعم صحيح. مدرج يعني طبعا القياس مع الفارق، انا الان ما اشبه، هو مدرج او مدرجين، ويمكن انا متاكد انه يكون فاضي في الوقت اللي بتنزل فيه الطياره. نعم. لكن بسبب الضباب وانعدام الرؤيه يكون فيها خطر على طبعا، وتاخذ الاحتياطات طبعا، حركه الملاحه الجوي. نعم. نفس الكلام ينطبق على حركه السيارات. نعم. كثافه الضباب تتناسب تناسبا عكسيا مع السرعه، يعني كل ما كان الضباب كثيف يجب ان تقل السرعه الى دون، يعني بعض الاحيان انا ما اقدر اشوف امامي يمكن متر ومترين. صحيح. معناها وحتى لو كانت السرعة أصلاً تقول والله تقدر السوق 120 في حالات الضباب، أنا ما ألتزم بهذه السرعة. نعم. فجاء يعني مقترح أن نحن نسامح، يعني كمسؤولين يسامحون، ويطلع طبعاً التشريع في الموضوع أن إذا كان الضباب فيكون يعني في تسامح بالقدر اللي في شدة الضباب، ساعة أو ساعتين، وما نترك من أجال الموظف أنه يعني يؤول في هذا اليوم. طبعاً الجهة المعنية يعني الأرصاد هي المركز الوطني للأرصاد، هو المعني بهذا الجانب. طبعا طبعا طبعا، نحن يعني نحن نعرف مدى انشغالك، ولكن شاكرين لك جزيل الشكر وعلى المجهودات التي تقوم بها وعلى هذه المبادرة من التشريع. ونتمنى أيضا أن ينظر أولئك العاملون إلى الإنسان كإنسان وليس كآلة للعمل فقط. شكرا لك جزيل الشكر سيادة اللواء. حياك الله استاذ عبد الله، ومشكورين. الله يحفظك يا رب. اذا نحن نشكر سعادة اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، ونعود لحوار اخواننا في الاستوديو. كنت توقفت عند نقطة، لو نكمل ولكن بسرعة لم يسعفنا الوقت، لدينا يمكن دقيقة او دقيقتان. نعم، اذا لاحظت انا كلام سعادة اللواء يعني هذا مشروع اجراء احترازي. نعم صحيح. ان يتم تاخير الدوامات، وبالتالي انت بهالطريقه ضبطت مساله طبعا الحوادث. نعم. الى اخره، او راح يقلل نسبه الحوادث الى نسبه معقوله. هو اعطاهم الطمانينه في الوصول باريحيه، ولذلك الامور الاخرى تكون ففي سهلة. نرجع مره ثانيه لموضوع المطارات، الاجهزه الحديثه هاي
تساعد على استمرارية المطارات إذا قررت المطارات أن تستخدمها. نعم. لأن هاي الأجهزة مكلفة وصيانتها أيضا المحافظة عليها مكلفة، وهذا قرار يأخذ المطار. يعني في مطارات في العالم يمرون ب 100 يوم. نعم. في السنة ضباب. نعم. وفي مطارات في العالم يمر عليهم 10 أيام في السنة. نعم. فأنت هني التكلفة تحسبها على حساب طبعا. الحركة الملاحية طبعا. اللي عندك. فمرة ثانية أرجع أقول أن هاي الحركة الملاحية في الضباب تحكمها قوانين كثيرة وتشريعات كثيرة. كل مطار له حد مسموح فيه حسب الأنظمة الموجودة، الأنظمة الحديثة. الأنظمة الحديثة ممكن يعني الهدف وراء كل هذا هو أمن وسلامة طبعا. أكيد طبعا هذا شيء طبيعي واستمرارية أيضا. نحن يهمنا أن الحركة ديمومة العمل ستستمر، ولكن الأمن والسلامة هو في أولى المراتب طبعا. نعم. أستاذ خالد إذا أسمح لنا لو بنختم بأهم الإرشادات اللي لابد أنها تؤخذ بعين يعني الاعتبار في حالة وجود الضباب لسائقين سيارات على الشوارع الإماراتية. طبعا شكرا للواء، يعني هو ذكر نقطة مهمة هو سلامة الناس. نعم طبعا الإرشادات هي، أنا بشكل عام دائما أنبه أن إرشادات المرور هي أهم إرشادات الواحد لازم يتبعها. نعم. لأن هي في النهاية تثمر على سلامتك أنت ووصولك للجهة المعنية اللي أنت تبها بهدوء بسلامة وطمأنينة. طبعا الحمد لله المركز فاتح أبوابه للأسئلة والاستفسارات، ودائما نحن نحاول نشارك في المعارض التوعوية عن الموضوع، عن موضوع الضباب أو المواضيع الثانية تخص الأرصاد، ونحن دائما في خدمة أي حد يبي يتعلم معلومة جديدة، ونحن جاهزين تحت. ربي يحفظكم يا رب. نحن مشكورين لكم. تفضل إذا في إضافة أستاذي محمد. الله يسلم. شكرا. بس أنا أحب أقول للمشاهدين واللي بيسافرون أن يطمنون. أحب بس أعطي يعني معلومة أخيرة. طبعا. أن حتى يعني التقارير اللي تصدرها المنظمات الدولية في مسألة حوادث الطيران ومشاكل الطيران تكون أكثر في الوضع الطبيعي عن وقت الضباب. نعم. فلا تخافون، وهاي الإجراءات والتأخير كلها إجراءات احترازية تحكمها قوانين، فما في داعي أن المسافر يرتبك. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. نشكركم جزيل الشكر، ونتمنى إن شاء الله لقاءات أخرى، وأيضا نحن نكون مساهمين في توعية المشاهدين. شكرا. الله يحفظكم يا رب. إذا نحن نشكر السيد خالد العبيدلي أخصائي أرصاد جوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في أبوظبي، والسيد محمد الدوسري مدير إدارة الملاحة الجوية والمطارات في الهيئة العامة للطيران المدني أبوظبي، وكان معنا أيضا على الهاتف سعادة اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات. نشكرهم جميعا جزيل الشكر. وأردنا أن ننبه على شيء مهم جدا، وهو إخواننا السائقين لا تستخدموا الأربع إشارات في حال وجود الضباب، لأن هذه الحركة التي تقومون بها هي فقط عند الحاجة وليس على طول السير، لأنه إذا ما كان هناك حادث أو توقف مفاجئ لن يكون هناك بديل للأربع إشارات. فما هو الحل؟ نرجو الحيطة وأخذ الحذر. تابعونا بعد الفاصل وإن شاء الله نكمل معكم مسألة الإمارات.